قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. تحت عنوان منع نشوب النزاعات المسلحة، مشروع قرار خاص بسوريا مقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يسعى إلى تأجيج الوضع في سوريا. مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أكد أن هذا القرار يمثل سباحة عكس التيار في ضوء التقارب الروسي الأمريكي الذي رحبت به سوريا، وأن مضمون مشروع القرار يتناقض تماماً مع الهدف النبيل المندرج تحته والمتمثل بمنع نشوب النزاعات المسلحة. وقال الجعفري في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة لمناقشة مشروع القرار الخاص بسوريا: من المثير للعجب حقاً أن يقدم مشروع القرار المطروح أمامنا في إطار البند المعنون منع نشوب النزاعات المسلحة، في حين أن مضمون المشروع يتناقض تماماً مع عنوان وهدف هذا البند النبيل من حيث سعي مشروع القرار إلى تصعيد الأزمة وتأجيج العنف في سوريا عبر خلق سابقة خطيرة في العلاقات الدولية تحاول إطفاء الشرعية على تقديم الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية في سوريا وتمرير اعتراف غير شرعي بفصيل معين من المعارضة الخارجية بدعوى أنه الممثل الشرعي للشعب السوري، وذلك على الرغم من أن هذا الفصيل المنقسم على نفسه والذي ليس لديه رئيس لا يمثل حتى أطياف المعارضة نفسها لا في الداخل ولا في الخارج. وأشار الجعفري إلى أن الائتلاف الذي تحدث عنه مندوب قطر هو فصيل صغير من المعارضة الخارجية التي ولدت في رحم الدوحة، لافتاً إلى أن الجرائم البربرية والخطف والاغتيال وتدمير المقدسات من قبل الإرهابيين غيض من فيض مما تتعرض له سوريا. كنا قد تحدثنا سابقاً عن عملية حجز عدد من جنود الأمم المتحدة في الجولان العربي السوري المحتل لتأتي الحجة الدامغة بيد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة على الشكل التالي: هناك بريد إلكتروني كما يسمى باللغة الإنجليزية إيميل، وصل إلى العديد من كبار موظفي هذه الأمانة العامة. بريد إلكتروني جاء من الدوحة، والذي أرسله هو ما يسمى بسفير الائتلاف لدى قطر. هذا السفير هو الذي أعطى التعليمات للمجموعة الإرهابية المسماة بلواء شهداء اليرموك بأن يقوموا باختطاف عناصر الكتيبة الفلبينية العاملين ضمن قوات الأندف في الجولان. سفير الائتلاف في الدوحة الذي أعطته السلطات القطرية السفارة السورية هناك هو الذي أدار عملية التفاوض مع الخاطفين الذين خطفوا أفراد الكتيبة الفلبينية في الجولان في المرتين: المرة الأولى عندما خطفوا 21 عنصرا وأخذوهم إلى الأردن وتم التقاط الصور التذكارية لهم هناك، وتم تقديم الشاي والعصير والأكل قبل أن يتركوا ليعودوا أيضا عبر منطقة الفصل ومنها إلى داخل الأراضي السورية. وفي المرة الثانية أيضا قبل أيام عندما خطفوا 4 عناصر من الكتيبة الفلبينية. هذا هو الإيميل. ورقم تليفون
ورقم التليفون الذي كان يتم من خلاله إصدار التوجيهات من الدوحة هو 00974557746. هذا الإيميل موجود في الكثير من مكاتب الأمانة العامة ولم يتحدث عنه أحد، لم يأتي على ذكره أحد، علماً بأن المسألة تتعلق بسلامة عناصر قوات الأندف العاملة في جولان. لقد تعرض مشروع القرار المذكور هذا إلى انتقادات كثيرة من قبل روسيا والصين وإيران وفنزويلا المتحدة، ورفض من قبل الشعب العربي في سوريا. فهل ستكتفي الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا؟ حجم المخاطر المحدقة بالمنطقة بما لو استعرت نيران الأزمة؟ قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسما بذاك ونحن الصادقون.